يقول النابغة في مطلع اعتذاريته الشهيرة للنعمان بن منذر: أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصبوا. ويقول محمد بن فطيس: أعتذر واللي لك عذرك يمشى ما يدقق بالعذر بين الولايف. هذا ما قاله عن موضوع حلقتنا الاعتذار. الاعتذار يعتبر فن من الفنون الإنسانية، بل هو ثقافة تندرج تحتها فنون الاعتذار، باعتبار له أشكال عديدة والدوافع كثيرة. أحياناً يبرر موقف، أحياناً يقر بذنب، أحياناً يصلح شأن. عموماً الاعتذار رفعة وسمو وليس ضعف أبداً. في الأدبيات العربية تحديداً الاعتذار فن أخلاقي من الطرفين وليس من طرف واحد، فالمعتذر له أيضاً مطالب بالقبول وعدم الصدود. وفي أدبنا الشعبي بيت شهير للشاعر القدير محمد بن ثايب، وجرى هذا البيت مجرى المثل، يقول: أتعذر والمعاذير نصف المنزلة، ولحية ما تقبل العذر ما تستاهله. وبنفس الفكرة أحدهم يقول: إذا ممرع من ذنبه جاء تائبا إليك فلم تغفر له فلك الذنب. يقول أحد الحكماء في وصيته لابنه: يا بني، لا يعتذر إليك أحد من الناس كائنا من كان، صادقا كان أو كاذبا، إلا وقبلت عذره، فكفاك بالاعتذار برا من صديقك وذلا من عدوك. كعب بن زهير في اعتذاره الكبير والمشهور للنبي صلى الله عليه وسلم ضمن قصيدة البردة يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. بهاء الدين زهير في قصيدة الشهيرة حبيبي على الدنيا يعتذر بتذلل للمحبوب، ويشتكي لوعة الفراق ويطلب الصفح. فإن تتفضل يا رسولي فقل له: محبك في ضيق وعفوك واسع، تذللت حتى رق لي قلب حاسدي، وعاد عذولي في الهوى ليشافع. مثل ما قلنا أن الاعتذار ثقافة واسعة ولها أشكال عدة وطرق مختلفة. هنا سلطان بن وسام الهاجري يقر بخطأ ويعتذر بطريقة الكبار: أنا والله انقد لي أسبوع وثلاث ليال، وأنا أحس في صدري بضيقة ومتألم، لي أنام أبو قلب من هموم بقعة خال، يطير الكرى كني موقظ ومتحلم، همومي الحال وهم جرح الزمان الحال، تلم الجروح وللندم جرح ما يلم، ترديت لكني ترديت في رجال، اللي طب تعلم وان ترديت ما علم، ولا فيه طيب ما تردى بخاطي حال، يبيها وكان همير مربوط ومبلم. حياكم الله. ضيفنا الليلة شاعر ومهندس بترول، كتب قصص الكفاح ورسم بهجة النجاح، اهتم بالجانب الإنساني في حياة العمال، وكلما تاه في الأوهام فكر في القصيدة. ضيفي وضيفكم عبد اللطيف بن يوسف، يا هلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا يا أخي، سعيد جدا والله بكوني في هذا البرنامج الجديد ومع الصديق والشاعر المتجدد سعيد بن مانع، وهذا الفريق وهذا العمل الرائع. أنا متابع يمكن من الحلقة الأولى ومستمتع، وإن شاء الله نقدم شيء جميل. الله يحييك، إحنا اللي سعيدين ونشكرك والله على قبول هذه الدعوة عبد اللطيف. سمعنا بعض النماذج عن موضوعنا اليوم وهو الاعتذار، سمعنا بعض النماذج عبر التاريخ للشعراء عن مفهومهم للاعتذار وكيف تناولوا الاعتذار في قصائدهم. بدءاً نبي نسمع عبد اللطيف وش يقول. طيب، يعني شوف الاعتذار برضو مساحة واسعة، ويعني يعجبني في برامجك هذا الاختيار للمواضيع الشعرية التي تجعل الإنسان يعني يفكر حتى في الأغراض الشعرية. ويمكن يعني يمكن أقول اختار نص فيه اعتذار للمحبوبة. جميل. اعتذار عن البعد عنها، لأن أحيانا البعد له أسبابه. يعني جميل. فهجرتك كنت أنزع منك روحي، لعلي أستريح لتستريحي، فهذا الحب يكبر فوق حزني، وما ذنب الجبال سوى السفوح. يدور العام يعلن أن قلبي
عصي النبض مكتمل القروح أنا الظليل. قيصر كان حلما أعود الآن يقتلني جموحي. أقول لآخر الأنفاس مهلا فقبل الموت يا أنفاس بوحي. أبيح السر عن سد تناهت به الرحلات من نخل لشيحي وواد غير ذي زرع وصوت يزمزم كلنا نسل الذبيح. هجرتك والرمال تكدستني عديل البيت في أطمار ريحي. أسافر ليس تجمعني بلاد فما لي قد غدوت ولم تروحي. على شفتي لحون أنت فيها أقطعها على الوجع الفصيح وأمسح عن جبينك ذكرياتي وما بيدي معجزة المسيح. إلى آخر القصيدة، قصيدة طويلة. يا سلام جميل. متى تعتذر ولمن؟ والله أعتقد أن خلني أقول لك هذه الفكرة، يعني أعتقد أن نحن نعيش أصلا في نظرية الترميم دائما، يعني جميل في حياتنا. يعني الإنسان ابن آدم خطاء، فالشيء الطبيعي هو أن نخطئ. يعني الكلام هو فن كيف نرمم هذا الخطأ ونجعل حياتنا تستمر وتزدهر. فأعتقد أنه أدوات الاعتذار هي جزء من أدواتنا يفترض اليومية وفن الاعتذار. فمثل مثل مثل هذا الشيء، متى أعتذر؟ أقدر أقول لك في كل لحظة. يا سلام. يعني في كل موقف أشعر دائما، إحنا نقولها يعني وسامحونا على القصور يعني وهذا جهد المقل في هذه المساحة من أنك أنت تعطي للأشياء عذرها بعدم الكمال. يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أحيانا حتى نقص القادر ينبغي أن تعتذر له. يا سلام يا سلام جميل. نتكلم شوي عن بدايات. شوف أنا ما أحب التقليدية في الأسئلة عن البدايات، ولكن لعل في بداياتك أمور عرفتها سواء أنت طرحتها في الإعلام أو عرفتها بطريقة ما، يعني في نقاط كذا مثيرة للاهتمام، يعني زي بداياتك. في بداياتك حاولت كتابة الشأن النبطي. أنت بديت تقول بأن الأسرار اللي بيننا وتأثرت بالدكتور المرحوم الأديب راشد مبارك الله يرحمه. طيب يعني ما أدري، بس أن خلني أقول لك أن أول ما بدأت تدري أقول لك سالفة أحلى يعني. يلا. في البدايات في المتوسط، بس لا يعني ذلك ما بنرجع لها يعني. إيه لا 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 دامها عامية يعني. في البدايات، ويمكن هنا ما كان لي علاقة أصلا بالشعر، في فترة يعني أول الإحساس الإنسان يعني برجولته، يعني بأول في المتوسطة يعني تونا إحنا. فكنت أسوي برنامج يعني في الفصل بأن إحنا كنت أقرب ما يكون إلى، ويمكن طبيعي أني صرت مهندس خطوط إنتاج، كنت مسوي خط إنتاج بمعنى أنه أعطوني بعض القوافي وأعطوني بعض الأفكار، فأجمع من بين الشباب عندنا في الفصل وأبدأ أصمم نصاً غالباً ما يكون غزلي، يعني مرتبط بمواقف. إحنا في الجبيل الصناعية، فمثلاً ما في عندنا مكان للزيارة إلا مجمع الفناتير، فيبدأ مثلاً أتكلم عن موقف في مجمع الفناتير أو في شيء مثل هذا القبيل. فكنت أعطي النص هذا المدرس الأدب، فيبدأ يشققه ويقول أنتوا طلاب يعني قليل الأدب. عمل النص هذا قصدك؟ الفريق هذا كله للنص هذا؟ للنص هذا، وعندي أنا منطقة التجميع يعني. فنبدأ نوصل طبعاً كان بعامية مهترئة وبوزن وقافية يعني مشكوك فيها كل هذه الأعمال وكان هدفها هو الإضحاك يعني هذا العجيب يعني. لكن كان مدرس الأدب الله يذكره بالخير، يعني ما أدري ليش كان يزعل من الفكرة هذه، مع أنه كان عمل يعني أظن أنه كان إبداعي. يعني اللي أثبت أنه إبداعي أن أخذت أجود هذه النصوص وللآن أحتفظ فيها، أنا عندي إياها موجودة هذه الأعمال الأولى يعني، ونشرتها في موقع إلكتروني، موقع كذا مغمور يعني. بعدين وجدتها في أحد المنتديات المشهورة في أول بداية المنتديات، أخذ واحد هذا النص ونشره باسمه وكان له يعني حساب قوي يعني. فهنا أنا يعني الغريب أني فرحت يعني بهذه السرقة وبلغت الشباب وبينت لهم أنه شوفوا ترى انسرقنا، مدرس الأدب يقول كلامنا كلام فاضي، لا ترى يعني. ف
فهناك من سرق جهد كامل لمجموعة ولفريق، فمعنى هذا الجهد يعني يستحق التقدير، يعني لأن أكثر لفت نظر أحد فسرقه، أغرى للسرقة. يعني ديواني الأول جزء من الإهداءات كان إهداء إلى من سرقني ذات شعر، فعلمت الله. أن لدي ما يستحق السرقة. فكانت هذه لحظة يعني أنا سعيد بها، يعني لحظة السرقة الأولى يعني. جميل، ولا يعفيك ذلك. تعطينا بشوف، لا تعطينا تفاصيل زين. طيب. لا تعطينا تفاصيل، لكن كيف تأثرت وكيف كان وقع أول كلمة صريحة تجاهك نقد؟ أنا أعتبر كان نقد، ولكن يمكن أنت ما كنت مستعدة له. يعني يمكن إيه، أعتقد أنه إيه، كيف أثر عليك؟ العم الدكتور راشد رحمة الله عليه هو الذي أخذ المنطقة من العبث الطفولي أو مجرد محاولة الاستمتاع إلى إدخاله في الجدية، وهو أدخل هذا الأمر لما سمع هو أنه عبد اللطيف يكتب شعر. ولا أعرف من اللي يعني جاء بهذا الوشاية، وأنا ما أبيهم يدرون، يعني احنا في منطقتنا يعني الموضوع يعني بين الشباب وشويه منتديات وشاية جميله اي واشياءنا. لا الوشايه هذه كانت جميله. فاللي صار اني كنت مريت عنده في الرياض هنا في ندوه الاحد، في ندوته المشهوره، وانا عاده ما اجلس اخر المجلس، اجلس اسمع الرجال ايش يقولون واحاول اني استفيد وامشي يعني، وقاعد اوجب عمي يعني، هذا اغلب ما في المساله يعني. ففي بعد ما انتهى الحديث التفت علي قال يا عبد اللطيف سمعنا انك تكتب الشعر. فانا هنا كانت لحظه اللي يعني، فقلت له والله احاول يا عم، يعني هذا كلام غير صحيح، والغريب ان فعليا ابي اقول اني اكتب يعني في هذا مو عشان كذا اقول لك هذه في هذا الصراع يعني هذا الصراع تحتاج احد يدفع. فقام قال لي اقترب 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 يا ابني. فلما جلست عنده حاولت أن أفكر بأفضل ما لدي، قرأت نص وبعدين غسلني. سمع منك؟ غسلني تماما يعني، تم يعني غسيل وكوي مستعجل يعني، وقدام الموجودين والأدباء لحظتها كيف كان وقعها علي؟ يعني لك أن تتصور أنها يعني فعلا أنك أنت مو بثيابك، أنت وثيابك تنحط في المغسلة، فتحس الدنيا تدور فيك. كان صريح بزيادة. كان أعتقد أنه كان مباشر تماما يعني، وبين لي أهمية هذا الفعل، يعني بمعنى أن أنت أمام فن ذو قيمة ينبغي عليك أن تحترمه وأن تقدمه بمقاييسه وفنه وكما ينبغي. يعني أعتقد أن هذه كانت الرسالة. تتحمل مسؤوليته تدعى بالضبط. الأمر المبهج هو أنه بعد يوم فطور على الفطور قال وين عبد اللطيف جيبه، لأن أنا أصلاً أتصدد، أنا ما أبي يعني. فلما جيت قال لي اسمع يا ابني، أنت نابغ وأنت موهوب، يعني بعد ما يعني تم التهشيم هذا صار في عملية ترميم في القضية هذه، وعليك أن تقرأ كذا وتقرأ كذا وتقرأ كذا، وعد لي بعد 3 شهور. وجلس إلى يعني وفاته رحمة الله عليه، وهو كل ما رآني قال لي تعال وأسمعني جديدك، فلنجلس ويجلسني في مجلس الخاص ويسمع نصوصي إلى يعني أن توفى الله رحمة الله عليه، فله الفضل الكبير يعني رحم الله. شاعرنا تسمح لنا نطلع بس هذا الفاصل ونرجع نستكمل حوارنا بإذن الله. تفضل يا بسم. حياكم الله من جديد، ونسعد بكم ونجدد الترحيب في ضيفنا الكريم شاعرنا الغالي عبد اللطيف بن يوسف. عبد اللطيف، ما حد قد قال لك ببساطة وعفوية وش دخل مهندس بترول في الشعر؟ يعني فكرة بهذه الطريقة أظن ما أحد تجرأ يقول لي، بس يقول لي ما علاقة الهندسة بما معنى بالشعر. نعم. بس انتمون يا أبو زهر. لا شوف، أنا أقصد شوف أحيانا في خلنا نقول في الإعلام الجديد لا يقولونها أي يعني في تويتر وفي حساباتك، فهذا اللي أنا أقصده، لأنهم أكثر جرأة من غيرهم يعني. صحيح. فأنا حاول أنقل لك حتى بجرأتهم كما هي يعني. طيب، الفكرة أن علاقة الهندسة بالشعر يعني ممكن نحن نبدأ نربط هذه الأشياء، لكن نقول أن هل الشعر هو تخصص بذاته؟ هنا السؤال، أم الشعر هو مساحة لأن تكون فيها روافد مختلفة؟
يعني بمعنى أنه ويمكن أستعير أنا كلمة حمزة توف، رسول حمزة توف لما يقول يقول حكم العالم في ظني أسهل من أن تكون شاعرا تحكم الشعر، لأن على الشاعر أن يكون شجاعا وحكيما وأن يمتلك 100 سجية أخرى. فربما أن نقول أن 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 ليس ينبغي على 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 الشاعر ليس فقط أن يكون مهندسا وعنده تجربة علمية، بل أن يكون كذلك فيلسوف، وأن يكون مؤرخ، وأن يكون كل هذه الأشياء. فيعني القدماء كانوا يقولون أن أن ابن الرومي أقل ما لديه الشعر. فهذه التخصصات، والمتنبي كان معروف عنه أنه يكتري دكاكين الوراقين لكي يتخصص في هذه التخصصات. بل أن أحد الشعراء الفرنسيين اللي هو أظن بول فاليري إذا أنا مو غلطان، اللي هو كان يقول أن الأسد الشاعر كالأسد، هو مجموعة من الخراف المهضومة، ينبغي أن تكون كل هذه الأشياء. فلعلي أرد عليك بقولي أني إن شاء الله لست مهندسا فقط، فيعني أنا أسعى لأن أكون متعددا أكثر لأخدم هذا الشيء الجميل الذي اسمه الشعر. شوف هذا الجمال، يعني صراحة يعني شوف أحيانا بعض الأسئلة بسيطة، نعرف أن هذا سؤال بسيط جدا وما زحك فيه، والله يخرج لك إجابات عظيمة من يعني وجميلة وسلسة يعني هذه شخصيتك الجميلة، وهذا تميزك، يعني سر تميزك، يعني أو أحد أسرار تميزك. أنا تدري ليش قلت هذا السؤال؟ عشان أنتقل إلى منطقة بيئة العمل. نعم، عرفت بيئة العمل، وسواء فترة الزمنية اللي تقضيها في يومك أو سواء البيئة القاسية يعني اللي أنت فيها غير شاعرية أبدا يعني. فما يعني كيف أوجدت يعني لنفسك فرصة للكتابة يعني؟ طبعا أنا الآن أعمل من كم سنة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي في إثراء، في جو ثقافي جميل. قبلها هذا بنجي يعني قبلها كنت في المصانع، يعني بمعنى في المناطق النائية مع العمال. يعني في أعتقد أن على عكس ما يظن الناس أن الشعر موجود في كل مكان، بل أن الشعر أحيانا يكون بكر في بعض هذه الأماكن. فلذلك يمكن أنا كان جزء من همي أن أكون نشيدا الذي لا نشيد لهم. يعني هؤلاء العمال الذين يكدحون ليلا نهارا، ذنبهم الوحيد أن ليس لديهم لغة للتعبير، بينما الناس اللي يعملون في الأعمال الإعلامية تجد أنه سيرهم دائما موجودة، أوجاعهم وأحزانهم وأفراحهم وإنجازاتهم. العمال يمكن هذا جزء من القدر الذي جعلني أطلع على هذه التجربة وأن أحاول كتابتها. يعني يمكن في أكثر من محاولة كانت يعني لا بأس بها، من محاولة عكس هذا الجانب العمالي والانتباه له. فلا بالعكس، يعني أنا أقصد إنه بئر البترول هو كذلك بئر شعر جميل. يعني أبو ساري، يعني أجواء ما مو بلازم شموع والصورة، لا ما هو ما صورة درجة ونمطي شموع وأضواء خافتة والكتابة ممكن يصير ترى بهلمت وسيفتي شوز يعني. طيب دخولك إلى عالم صناعة المحتوى في إثراء، احنا بنتحدث كثير عن إثراء. اي نعم، بحكم علاقتك وعملك في صحيح. فصناعة المحتوى اول شيء، حدثنا عن هذه التجربة. طيب خلني احاول انه هذا لقاء كامل الحالة، لكن الفكرة اول شيء مركز إثراء يعني يعتبر واحد او يعني المركز الرائد في الحركة الثقافية الجديدة في المملكة. فكان من البداية من انضمامي له في عام 2014، وهم كانوا بادين من 2012 في البرامج الثقافية، كان تجربة مختلفة. يعني احنا نتكلم عن ثقافة عالمية، يعني بمعنى انه احنا قاعدين نحاول ان نقدم شيء غير مسبوق. فبالنسبة لي كانت منطقة للأمانة أبو ساري كشاعر، حتى بالنسبة ثقافيا فتحت لي مجالات كبيرة. يعني انا صرت اقرا سينما، ولاحظ كلمة أقرأ، لأن في مرحلة أنك أنت تشوف سينما، وفي أنك توصل إلى مرحلة أنك تدخل في هذا الشيء، تدخل في الفن المعاصر، تدخل في هذه الأشياء. فأدخلتني في بحور كثيرة. الجزء من المهمات اللي أعمل عليها يمكن جزء منها صناعة المحتوى والمحتوى الثقافي، ومحاولة جعله قادر على أن يكون تنافسيا يعني ضمن الأسواق العالمية. ليس فقط أن احنا نفكر بس بالفكرة، إنما كيف إخراج هذه الفكرة، كيف تناغمها مع التقنيات الجديدة، كيف أن احنا اليوم احنا الآن أنا وأنت شعراء
جميل؟ جميل. لكن نحتاج كذلك إلى هذا البرنامج وهذا الفريق وهؤلاء المتخصصين كي ننتج هذا المنتج الثقافي الآن اللي احنا قاعدين نسويه. هي عملية مؤسساتية، هو مو شخص مبدع فقط. فمثل هذا العمل يعني أسعى إليه بأن نبدأ نخلق إذا بنسميه صناعة إبداعية بشكل كامل من الألف إلى الياء، يعني حتى وإن لم يكن كل الموجودين مبدعين، قد يكون فنيين قد يكونون كذا، لكن ضمن هذا التخصص إحنا قادرين بأن نحول ثقافتنا من مجرد أفراد إلى عمل مؤسساتي ذو قيمة وأثر محلياً و مناطقيا وكذلك يعني عالميا. جميع بما يخص الأدب والشعر في هذا كله حاضر حظوظ قوية. طبعا الأدب والكتابة ميزتها أنها أحيانا تحضر تصدرا وأحيانا تحضر في الداخل، يعني فتجد أن الشعر مثلا، الشعر موجود في عملنا في المتاحف وموجود كأمسية وموجود في فيلم أنتجناه مثل فيلم جود، يعني من عند مركز إثراء، كان مبني على شكل القصيدة الجاهلية. فالأدب والشعر هي جزء من العمود الفقري للثقافة في الجزيرة العربية، لكن المهم ليس فقط أن ينتج فقط قصائد وأمسيات، بل أن ينتج حتى بأشكال متعددة على مستوى الخط العربي وعلى مستوى الفن التشكيلي وعلى مستوى السينما وحتى الفنون الأخرى. جميل. عبد اللطيف، تسمح لنا بس نطلع فاصل قصير ونتابع سوا ونعود نستكمل حوارنا إن شاء الله. لو قال التاريخ أن محمد بن عواض الثبيتي قد أوجد لشعراء العصر الحديث طريقاً فهو صادق، ولو قال التاريخ إنه كان ينتظره منذ قرون ليعيد إلى القصيدة العربية وهجها فهو صادق، ولو قال التاريخ إنه مخبوء في كل قصيدة يكتبها شاعر بعده فهو صادق، ولو قال التاريخ إنه انتصر على خصومه وعلى خصوم قصيدته بقصيدته فقط فهو صادق. إنه سيد البيت، صاحب التغريبة والتضاريس، الذي كان يتردد صوتاً بلا كلام وفي أرجاء الأذن العربية، كان يجند القصائد في وجوه جيوش الظلام. غرفة باردة، غرفة بابها لا أظن لها أي باب وأرجاؤها حاقدة، غبش يتهادى على قدمين وصمت يقوم على قدم واحدة، لا نوافذ لا موقد لا سرير ولا لوحة في الجدار ولا مائدة. كان الشعر في عصره واقعي ومباشر، فكتب على وجه ديوانه الأول تهجيت حلما، خلق من الريح بوابة للشعر ردا على من أنكر طريقته الحديثة في التراكيب والصور والمعاني الشعرية، فقال والليل يعجب مني ثم يسألني بوابة الريح ما بوابة الريح، فقلت والسائل الليلي يرقبني والود ما بيننا قبض من الريح، إليك عني فشعري وحي فاتنتي، فهي التي تبتلي وهي التي توحي، وهي التي أطلقتني في الكرى حلما حتى عبرت لها حلم المصابيح، قصائدي أينما ينتابني قلقي ومنزلي حيثما ألقي مفاتيحي، فأي قولي أحلى عند سيدتي، ما قلت للنخل أما قلت للشيح. لم يجد سيد البيت في حياته شيئا يستحق الاعتذار، لم يندم على شيء، غادرها بصمت، لم يترك سوى فرائد معتقة من الأدب تنير الطريق لأمة الشعر وتجبر جيله على الاعتذار. يا سيد البيت، ماتت النسور التي وشمت دمك الطفل يوما، وأنت الذي في عروق الثرى نخلة لا تموت. يا سيد البيت، صبرا فلم نقرأك إلا مؤخرا، فعذرا لروحك الشاعرة وشكرا قصيدتك الطاهرة. حياكم الله من جديد وأجدد الترحيب بك عبد اللطيف. محمد الثبيتي، ماذا تمثل لك هذه التجربة؟ والله يعني محمد الثبيتي تجربة أظن أن هي في أكثر من شيء يعني ملهم فيها يعني للأمانة، ويعني أولا كون أن هي نبت الأرض، يعني أشعر دائما أن محمد الثبيتي هو الذي استطاع
أن يجسر الهوة بين الشعر في الجزيرة العربية الذي انقطع يعني ما بعد الزمن الأول إلى زمننا الحديث، بعد ما ذهب الشعر إلى الشام والعراق ومصر، جاءنا شخص استطاع أن يعيد بنفس لغة الجزيرة شيئا حداثيا جديدا، يستطيع أن يقدم حاجة. الأمر الآخر، تجربة الثبيتي كتجربة ملهمة لنا كشعراء. يعني أنا لما أشوف الثبيتي ما بين ديوانه الأول وبعدين وصوله إلى ديوان تضاريس، هذه القفزة الهائلة في الشعر، أشعر دائما أن هناك إمكان. غير صحيح أن المسألة فقط أن والله هذا الرجل ولد بهذه الموهبة وهذه حدوده، فتشعر بالنسبة لك وبالنسبة للآخرين أن ممكن في أي لحظة أن تتفجر لينابيع، وأن يقفز الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. فثبيتي ملهم، ملهم نصا، ملهم كتجربة، ملهم كذلك يعني بساري على مستوى الحصار، يعني على مستوى أن حتى وإن لم تكن مرحلتك، يعني حتى لو كان أنت لست في منطقة نجومية عالية، هذا لا يعني أنك لن تكون نصك سيكون نجم وسيعيش بين الناس ويعيش أكثر من عمرك آلاف المرات. وهذا ما حدث للثبيتي، أن رغم أن قد تكون مرحلة قاسية تماما، إلا أن هذا النص استطاع أن يستمر وأن يحفر في الصخر وأن يوضع في جبهة التاريخ. ولا يمكن اليوم أن ينظر أي إنسان للتجربة العربية ولا ينظر للثبيتي. فأنت ترى يعني الإلهام من هذه التجربة الثرية أنه في مسافة طويلة بين ديوانها الأول والديوان اللي هو يعني التضاريس. إيه، أعتقد أن وأشكر للثبيتي أن حينما دعا طبع مجموعة الكاملة لم يفعل كما فعل بعض الشعراء بأنهم ألغوا تجاربهم الأولى. فهو جعل لنا وثيقة، هذه الوثيقة تعلمنا أن الشعر كذلك ممكن أن يتطور أدواته، ممكن أن إذا اشتغلنا على 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 مادتنا وعلى موهبتنا وصقلها، ممكن فعلا أن 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 تتفجر الينابيع الإبداع من حيث لا ندري. حلقة السابقة تابعتها عبد اللطيف. نعم، زميلك محمد السكران ونمسي عليه بالخير، كان عندها آراء كثير، وأنت يعني تابعتها وسمعتها وشفتها يعني. ف لكن خلنا قبل نستعرض آراءه ونتحدث حولها، خلنا أوجه لك نفس السؤال اللي أنا وجهته له: هل هناك فجوة بين شعراء الفصيح وشعراء النبط؟ طيب، أنا يعني خلني قبل ما أبدأ في الرد على نفس الفكرة أن أقول لك أنا تابعت الحلقة. يعني أنا حلقاتك جميلة، فيعني ينبغي الإنسان أن الله يعزك على قولتهم يحط الرزنامة اللي أن يشاهدها. عندي بس ملاحظات على التعليق نفسه. يعني أنا استغربت من هذا التعليق، وأنا أقدر يعني أبو عمر وهو صديق، لكن مثلا يعني أعجبني في أنه قال أنه ليس خبيرا في الساحة الشعرية وفي الساحة الفصيح، لكن أزعجني كذلك أنه حكم على الشيء وهو لم يتصوره. يعني الإمام الغزالي يقول الحكم على الشيء فرع من تصوره، فيعني خلط أشياء كثيرة. يعني قال خطأين وفي أخطاء غير أخطاء الأخرى. يعني أولا ذكر أن بعض الشعراء، وذكر اسم إدوارد سعيد كشاعر، ويعني أعتقد أن الجميع يعرف أن إدوارد سعيد مفكر وليس شاعر، وهناك فرق يعني بين الشعراء والمفكرين، هذا ينبغي التنويه له. الأمر الثاني، نتكلم عن النجومية، وبعدين ذكر محمد الثبيتي، وأعتقد أن أي إنسان يعرف محمد الثبيتي أو قرأ هذه التجربة يعرف أن محمد الثبيتي لم يعش حياة النجم، بل عاش حياة المغمور، وأصبح يعني تجربة مهمة لأنه استطاع أن يكافح في ظل عدم رواج منتجه وتمسكه به. فهو عكس تماما، وهو يرد على يعني تجربة الثبيتي ترد على السكران، ليس لا تدعمها. فهو استشهد بما ممكن ان احنا نجعله بس عشان نكون يعني اقول لك الامر الاخر، النص هو يعني هو لم يتعرض للنص، ترى في فكرة بس مهمة جدا. يعني هو تكلم عن فكرة ان وحكم احكام مطلقة بانه يتكلم ان كل
أنه من ضيقة صدر وأنهم يشعرون أن انسحب الكذا. هذه التعميمية لا تتأتى إلا لشخص فعلا اختبر العالم وعرفه تماما وبعدين يرجع يقول أنا ما أعرفه. يعني هذه هي أعتقد درس لكل شاعر بأنك لا تعمم ولا ينبغي. ليش إحنا مشكلتنا أن يقولون للشاعر أن خلك في شعرك؟ إحنا ودنا أن يا جماعة لا جينا نقول شيء، لا نقعد نلقي في الهواء. وهو قال الناس تعرف أني 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 أقول آراء صعبة وكذا، لا إحنا نتوقع منك أن تقول آراء موزونة وآراء ذات قيمة. ففكرة أن 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 تطلق الأشياء في الهواء بدون دراية وبدون علم هذا مشكلة. الأمر الآخر أنه يتكلم ب هو ترى يتحدث عن جزئية الإعلام والتنجيم في الإعلامي في فكرة ولا النص لا فكرة لم يتعرض فكرة للنص فكرة أساسية يعني. أن أنت يمكن ذكرت الاستعلاء ونبرته هي تبين حالة الاستعلاء الكلي بمعنى أنه يصف هؤلاء أنهم مجموعة حزانة ويعيشون مأساة وأن إيش قال ينفخ في زربة مشقوقة. هذا الوصف هو وصف يعني ليس مؤدبا، خلني أقولها بأقل يعني أوصاف، ولا ينبغي لك أصلا أن تصف زميل في هذا الشيء، ولا ينبغي حتى في خارج الشعر. لما أحد يكون نحات ولا صاحب فن ليس جماهيريا أنك تسمي قربته مشقوقة، فهذا لا ينبغي أصلا لأي إنسان يحترم الفن. بل على الشاعر حتى في قمة نجوميته أن يسمع لكل الناس ويستفيد منهم. هذا المنطق يجعل الناس تنفض منك، يجعل كم من العلم والمعرفة تذهب منك. بل بالعكس عليك أن تثني الركبة وتسمع لكل شخص. هل تعتقد أن من اختار مثل هذه الخيارات ولا يستطيع أن يكتب بعامية؟ هو اختاره، يجب أن تسأل لماذا اختاره. هو جاء بفلسفة. السؤال الفني، هل هناك ناس تنتقد بشكل مرضي؟ صحيح، هذا وهذا في كل فن. وهو يعرف محمد أن في الشعراء الشعبيين من ينتقده ويقول أن محمد قد لا يستحق المقام الذي فيه وكذا وكذا وكذا، لأن هذا الشخص قد يكون لم يحظى وحسد القرناء كما يكون. هل نقول أن الشعر الشعبي كله ناس عندهم مرضى وسحب البساط من عندهم؟ إذا كانت على النجومية وفكرة النجومية، اليوم أنت تدري أن النجومية هي لشباب سناب فعليا. اليوم المؤثرين هي لشباب سناب. ولما يقول أن الإبداع الشعري هو أمر ممكن يعني، لكن الفكرة هي في موهبة النجومية، لا، اليوم النجومية ترى متاحة للجميع. ويعني أكرر فكرة أنه سيأتي يوم لكل إنسان ربع ساعة من النجومية، وهي أصلاً فكرة مؤقتة، ليست فكرة دائمة. اللي يبقى منك هو نصك. وأصلا ترويج فكرة أنه النص يجي بطبيعته، هذا ترويج فكرة غير جيدة للشعراء الشباب. لا، ينبغي أن تنتبه لنصك، ينبغي أن تطوره. ما هو بصحيح أنك أنت من تطلع في الساحة إلى أن تنتهي وأنت بنفس النص وبنفس الأدوات. شوف بالضبط اللي حصل، عشان نكون أول شيء ترى هذه نقطة. شوف لأن نقطة أنا ليش أكرسها؟ لأن يا أبو ساري، أنا ما هي قضيتي ترى فلان أحسن من فلان، وأنا قلت لك الثنائيات لا تنتهي إذا بندخل فيها. أنا عندي فكرة أن إحنا كلنا قاعدين نقدم منتج إبداعي سعودي حلو. هذا المنتج هو قيمته في ذاته. فلان عنده كاريزما جميلة ونجم، يا أخي عليه بالعافية وجميل. فلان والله ما مشت معه، لا، نروح ندعمه ونحن ناخذ اللي صار عندنا إعلام، ناخذ منتجه ونبينه للناس. فهي ترى هي سلف ودين في النهاية. وهذا ما يعجبني في محمد السكران. ترى محمد غير الكلام اللي يقوله، هو في حساباته أحيانا يشير لبعض الشعراء وبعض الشعر الجميل، وهذا شيء يحسب له. لكني أقول أنه في تصريحاتك، وهو تحدث عن جمال ما تقدمون، يعني القصيدة لم يتعرض لها، هو يتكلم عن تفاعلكم، نفس النقطة اللي أثرناها بس اليوم. بس أنت الحين لما تقول لحد والوصول وصول لما الصوت، لما تقول لحد أن هذه قربة مشقوقة، هذا يتحدث عن الذين يعني على الناس اللي ينظرون للشعر النبطي باستعلائية وينتقدون. كان في تعميمية أبو سعد، كان في تعميمية. التعميمية هي مشكلتي.
طيب. واعتقد انه يعني هذه النقطه. ايش رايك نبرد خاطرك بنص ونختم معك بنص؟ ابشر يا سيدي، ممكن ابدا بنفس فكره السكران، فانا اسات لروحي. مو هو يعني في مثل هذا اسات لروحي منذ حسن تصرفي، وقلت لها من بعد رحلتها قفي. أسأت لروحي منذ حسن تصرفي، وقلت لها من بعد رحلتها قفي، وقلت لها من بعد حلم وخيبة ضعي نقطة في آخر السطر واختفي. فما بين جلدي والعظام وخافقي منازل تقري الضيف لحم تعففي. أؤذن في الناجين حي على دم توزع حتى سال في كل موقفي. فإن لم أقشر جلدة الأرض راجلا فلست أنا عبد اللطيف بن يوسف، ولست أنا من بادل النجم منزلا، ولست أخبي الشمس في جيب معطفي. أنا من رعى الأيام وهي لذاذة، وما كنت من خمر اللذاذات أشتفي. فلا القول ذو فعل ولا الفعل نافع، ولا الخيل فوق النار تجري لأحرفي. أنا الرأي لكن القصيدة صعبة، وقد نعتوني بالغوي المجدف. ولا شك أيام قضت كنت حينها أمزق أشباحي بآيات مصحفي، كمن علموني أن أحب وغادروا، وما كل صب من صبابته شفي. صعاليك عداؤون مروا على النوى خفافا وأهدوني سنان المثقف. ولكنني والحمد لله سيد، وتدري تميم أنني سيف خندفي. فما المجد إلا كالهوى، أوجع الهوى متى قل حظي فيه زاد تطرفي. ألا طال يا نفس اختصاري، فهل أنا سوى الغول والعنقاء والصاحب الوفي. الوفي يا سلامتك. جميل جميل. مشاهدينا الكرام، نختتم معكم بحكاية من حكاياتنا، وعلى أمل لقائكم في حلقات قادمة بإذن الله. كونوا بخير. الوشاية خلق ذميم وسلوك مشين، يقطع الأواصر وينشر الفساد الاجتماعي. وشخصية الواشي تحديدا في الشعر العربي من أكثر الشخصيات التي تعرضت للتكذيب والهجاء عبر العصور، لدورها المذموم في السعي إلى تشويه العلاقات بين الناس باختلاق الكذب. لذلك كان الواشي ولا زال يمثل الشخصية المكروهة في القصيدة العربية عبر العصور. وعادة ما يسلط الشعراء جام غضبهم على الواشي باعتباره العدو الحاسد الذي يحارب الناجحين وينغص العيش ويفسد ما بين المحبين من التقارب والود. بل يرى بعض الشعراء أن الوشاة كانوا من أهم أسباب نشوء قصيدة الاعتذار وأدبياتها في الشعر العربي. لذلك كان للوشاة حضور دائم في معظم قصائد الاعتذار، وقد قدم النقاد مقاربات كثيرة تشير إلى توارد الخواطر بين الشعراء وتشابه معانيهم ولغتهم ونظرتهم حول الشخصية الكريهة للواشي. ومن ذلك ما قاله النابغة الذبياني وهو من شعراء العصر الجاهلي: لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ويقول سيد الأدب والشعر المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقبل 240 سنة تقريباً يقول أحد أبرز شعراء نجد حميدان الشويعر في قصيدته الهلالية: بالوقت ذا كثر الوشاه صوروا تصاوير ما لا صار بالزور طامسة، يقولون ما لا صار مني ولا جرى شياطين تلقى من بها من وساوسة. وفي عصرنا الحالي تحدث غازي القصيبي عن ألف واشي: قل للوشاة أتيت أرفع رايتي البيضاء فاسعوا في أديمي واضربوا هذه المعارك لست أحسن خوضها من ذا يحارب والغريم الثعلب.